عاد الناشط العلوي بشار برهوم مجدداً لمهاجمة الرئيس السوري بشار الأسد ومستشارته بوثينة شعبان، وذلك بعد تداول صريح لها على مواقع التواصل الاجتماعي تتعهد فيه بسير حافية القدمين إلى القدس. فما القصة؟ رغم إعلان الناشط العلوي أنه لن يعود للحديث مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه علق على تصريح متداول لمستشارة الرئيس السوري والذي تعهدت فيه بسير حافية القدمين إلى القدس بعد تحذيرها، إذ انتقد برهوم خلال بث مباشر على صفحته على فيسبوك طريقة تعاطي رواد مواقع التواصل مع تصريحات مستشارة بشار الأسد التي رأى أنها تضعف من عزيمة الأمة، واعتبر برهوم أن تصريحها يدل على تأكدها من أنه من المستحيل تحرير القدس. ووجه الناشط العلوي حديثه لبشار الأسد ناصحاً إياه بطريقة غير مباشرة بالاعتماد على سيدات سوريات راقيات وليس تلك العاهة، في إشارة لمستشارته بوثينة شعبان. وهاجم برهوم بشار الأسد بسبب تردي الأوضاع المعيشية، حيث أشار في حديثه إلى رواتب العاملين بالخارج قائلاً: أقل واحد راتبه 600 دولار وكهرباء في 24 ساعة على 24 ومازوت وبنزين، مؤكداً على عدم عودتهم للوطن الذي يصل الراتب فيه إلى 12 دولار. وكان برهوم قد عاد مؤخراً للهجوم على بشار الأسد بعد صمت طويل، محملاً إياه شخصياً الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعانيها السوريون في مناطق سيطرته، وذكر حينها في بث مباشر حاور فيه سيدة بشكل افتراضي أنه يكره بشار الأسد ويحبه بحسب الكهرباء والراتب. وعدد برهوم الأزمات المعيشية الخانقة من المازوت والكهرباء والراتب، وأشار في حديثه إلى أن الفرنسيين يحبون رئيسهم لأنه يؤمن لهم الكهرباء والرواتب طيلة الشهر، مضيفاً أن بشار الأسد لو أراد أن يحبه شعبه فليفعل مثله. ورفض برهوم في حديثه تحميل الحكومة السورية أي مسؤولية عن الوضع الحالي، مؤكداً أن بشار الأسد هو المسؤول عن كل شيء. وكان آخر ظهور لبرهوم في شهر مارس آذار الماضي، حين أعلن أنه لن يعود للتحدث مرة ثانية بسبب القوانين الإلكترونية، مشيراً حينها أنه لا يوجد أي أمل في إجراء أي تغيير لواقعهم المأساوي في ظل سيطرة بشار الأسد. وفي وقت سابق سخر الناشط العلوي من قرار حكومة النظام السوري بتعديل قانون العقوبات الذي حدد عقوبة السجن 6 أشهر لكل من ينال من هيبة الدولة، حيث أعلن حينها أنه سيعتزل فيسبوك، وقال بلهجة ساخرة عبر مقطع فيديو مسجل بثه على صفحته على فيسبوك: هذا الفيديو ربما يكون الإطلالة الأخيرة، أنا قررت أن ألوذ بالفرار.